قبعتها قبل أن يصلها يعني انسحاب جونسون. فكان العنوان الرئيس في جريدة الجارديان أن جونسون ومي يعني وجها لوجه في منافسة قيادة حزب المحافظين. الآن بطبيعة الحال آخر الأخبار أن جونسون قد انسحب من سباق الترشح الرئاسي لقيادة حزب المحافظين. جريدة الديلي تيليغراف تحدثت في عنوان صغير ولكنه لافت ومهم عن صدمة ثانية تعرضت لها سوق الأسهم البريطانية وانتكاسة جديدة بعد انتكاسة ما عرف بصدمة الاستفتاء. وفي نفس الوقت حديث عن وعود تيريزا مي. نقرأ أيضا في جريدة الاندبندنت العنوان الرئيس ليلة من الإرهاب سنوات من الألم. وفي الصورة يعني أحدى تبكي السيدة ضحايا حادثة التفجيرات الأليمة في مطار إسطنبول. فهي ليلة من الإرهاب تعادل سنوات من الألم. الاندبندنت أيضا مستيقظة لقصة جوف الذي دخل على المنافسة. هي كانت تتكلم بوريس أور جوف تقول يعني بوريس جونسون أو جوف بدهم ينافسوا تيريزا مي على قيادة الحزب. الآن صف في المشهد جوف مقابل تيريزا مي. أيضا من العناوين جريدة الفاينانشال تايمز المعروفة بعناوينها الاقتصادية كان الحديث عن قيادات الاتحاد الأوروبي الذين يتحدثون عن يعني اللا أمل للحديث عن سوق أوروبية موحدة مع بريطانيا وفق ما يتخيله الإنجليز أنه سيسير على شروطهم. لا سوق أوروبية موحدة بالشروط اللندنية. هكذا بدت عناوين الصفحة الأولى في الصحف الإنجليزية الصادرة لهذا اليوم. أما الصحف العربية فنبدأها بجريدة القدس العربي. تركيا ترجح وقوف تنظيم الدولة خلف الهجمات الانتحارية. 42 قتيلا و239 جريحا بينهم سياح عرب وأجانب. ونقرأ في جريدة القدس العربي حركة مقاطعة إسرائيل تحقق نجاحا جديدا في بريطانيا بعد رفض محكمة دعوى يهودية ضد ثلاثة مجالس بلدية. بوتين يأمر برفع العقوبات المفروضة على تركيا ويلتقي أردوغان قبل قمة العشرين. اعتراضات مبكرة في الأردن على بطاقة هوية جديدة تتجاهل العشيرة والديانة وتوحي بالمواطنة والملك شخصيا يصدر واحدة. أكثر من 2 مليون معتمر يقضون الأيام العشرة الأخيرة من رمضان في مكة. أسراب الحمام لم تعد تجد مكانا تحط عليه. أما جريدة العربي الجديد فنقرأ في عناوينها الرئيسة معركة البوكمال لإعادة الحدود. ونقرأ في جريدة الشرق الأوسط مساعد لخامنئي إيران ليست نموذجا يحتذى. كيري الانفصال البريطاني قد لا يحدث أبدا. أما جريدة الحياة فنقرأ فيها أنقرة تلوح بمفاجآت ردا على هجوم الانتحاريين الأجانب. تدمير مواقع الحوثيين في نهم وفي الجوف. كانت هذه إذن أبرز العناوين التي حفلت بها الصحف الصادرة لهذا اليوم. ننتقل بكم مباشرة إلى الملف الرئيس في هذه الليلة حول الملف التركي، حيث لم ينقض يومان على المصالحة التركية الروسية حتى جاء الرد بتفجيرات مطار إسطنبول، تماما كما جرى في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، حيث لم تمض أيام قليلة على بدء التدخل الجوي الروسي في سوريا إلا والضربات الموجعة تشتغل في أهل إسطنبول بصورة قاسية جدا. تكرر ما جرى في السياحة المصرية التي أصيبت بحالة تشبه الانهيار. ومن المتوقع أن هذه النتيجة ستنسحب الآن على السياحة التركية، حيث أن الهدف يتحدث عن نفسه باعتباره واحدا من المطارات السياحية الأكبر في العالم. المزيد حول هذا الموضوع مع ضيفي الأستاذ محمد العربي الزيتوت الدبلوماسي السابق. مرحبا بكم أستاذ محمد. ومعي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ أقطاي يلمز الخبير في الشؤون التركية. مرحبا بكم أستاذ أقطاي.
أستاذ أخطائي يلمظ، إن كنت تسمعني أتحدث ابتداء عن نظرتكم لهذا الهجوم الإرهابي. هو نفس السؤال أوجهه للضيفي الكريمين، ضيفي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أقطاي، وضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد العربي زيتوت. كيف قرأت؟ نعم، تحية أسمعك. طيب أستأذنك لصعوبات، تفضل. كيف نظرتم إلى هذا الهجوم الإرهابي على مطار إسطنبول، وكيف قرأتم تفاصيله؟ نعم، تحياتي. طبعا هذا الهجوم كما أنه يستهدف تركيا وخاصة الاقتصاد التركي والسياحة التركية، لأن المطار أتاتورك الدولي كما تعلمون من أكبر المطارات العالم، وكذلك من أكبر بوابات تركيا إلى الخارج ونحو تركيا، ولذلك يعني كان بإمكان المهاجمين تنفيذ هذا الهجوم في أي مكان في إسطنبول. إنهم استخدموا مترو أكسراي للذهاب إلى المطار، وكان إيقاع أضرار أكثر ربما، ولكن اختاروا هذا المكان المطار لأنه قلب تركيا، قلب إسطنبول، وكذلك الرسالة إلى جميع الدول العالم، إلى الدول الغربية، إلى الدول العالمية، جميع الدول، لأن يعني عدد القتلى وصل إلى 44، حوالي 20 منهم، يعني حوالي نصف منهم من الأجانب من الجنسيات. نعم. العربية وغير العربية. إذا أرادوا بعث رسالة إلى تركيا وكذلك إلى العالم. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين أرادوا بعث هذه الرسالة؟ يعني يقال أنه يعني هناك مؤشرات وأسلوب الحادث أنه مماثل للهجمات الإرهابية لتنظيم الدولة داعش في العواصم الأوروبية، وكذلك مؤشرات أخرى تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي. هذا التنظيم منذ سنة كما تعلمون يستهدف تركيا بشكل مباشر، طبعا بعد انضمام تركيا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وكذلك إغلاق وتشديد الرقابة على الحدود وإغلاق الحدود أمام تنقل عناصر هذا التنظيم الإرهابي، وكذلك القصف التركي وضرب مواقع التنظيم. طبعا هذه من جهة، يعني يزيد من هذه الاحتمالات. نعم. طيب أستأذنك، يعني خلينا نقف فقط عند هذه النقطة، ودعني أشرك ضيفي هنا في الاستوديو من لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت. أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم الدولة، والهجوم يحمل بصمات هذا التنظيم. كيف، هل تتفق مع هذه الرواية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. احتمال كبير، يعني حسب السلطات التركية فإن قد يكون وراء هذا الهجوم الإجرامي تنظيم الدولة، ولا يستبعد طبعا أن أيضا يكون وراءه الأكراد الانفصاليين الذين يحاربون تركيا، وإن كان الميل أكثر نتيجة للبصمة تظهر وكأنها بصمة. من المستفيد من هذا المشروع؟ المستفيد هم خصوم تركيا أساسا، وهم كثيرون جدا، سواء الخصوم الإقليميون أو الخصوم الدوليون أو حتى خصوم النظام القائم اليوم في الداخل، وهم أيضا كثيرين. أنا أعتقد أن تركيا، وأزعم أن تركيا اليوم هي من أكثر الدول في العالم، إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، الذي يحيطها الخصوم والأعداء وفي الداخل وفي الخارج من كل جانب تقريبا، نتيجة لمواقف مزعجة جدا اتخذتها تركيا ووقوفها مع كثير من الشعوب المستضعفة والمضطهدة، ونتيجة أيضا للتاريخ، يعني الخلاف مع اليونان ومع أرمينيا ومع بلغاريا ومع، وهؤلاء كلهم خصوم لتركيا في الحقيقة يعود إلى التاريخ، ولكن الخلاف مع النظام المصري ومع الأمراء الإمارات، ومن قبلهم كانوا أمراء السعودية فقط في الفترة الأخيرة. نعم. تغيرت العلاقات، ومع إيران
يعود إيران ربما التاريخ القديم والجديد، ومع النظام السوري والعلويين في الداخل وجماعة يعني هم خصوم فتح الله إلى آخره، خصوم كثر، بالإضافة طبعا إلى القوى الكبرى سواء كانت روسيا التي لديها خصومة كبيرة معها وصلت إلى حد اتهامات وإلى حد إسقاط الطائرة، ولكن أيضا دول غربية الكبرى التي تزعجها تركيا اليوم وتريد لتركيا أن تبقى ضعيفة مهمشة متعبة مثقلة كما كانت حتى جاءت هذه الحكومة تقريبا. طيب في هذا السياق يعني دعني أشرك أعود لسيد أقطاي، الخصوم كثر والمستفيدون أكثر جراء هذا الهجوم، هل من قراءة في هذا السياق؟ من المستفيد من هذا الهجوم؟ نعم صحيح هناك خصوم يعني، ولكن إلى فترة القريبة تركيا كانت تتميز في محيطها، في كأنها يعني جزيرة استقرار في محيط مشتعل، ولكن طبعا استمرار الأزمة في سوريا وكذلك في العراق لابد يعني نحن نعاني من تأثيرات ومن استفزازات هذه الأزمات المحيطة بتركيا. يعني إذا نظرنا إلى جغرافية تركيا محيطها تقريبا مشتعل تماما من أوكرانيا إلى حتى إلى الأرمنيا أذربيجان، مشاكل كبيرة من إيران عراق سوريا. يعني تنظيم داعش أداة يعني ليست إلا أداة للمخابرات الأجنبية، تنظيم مخترق ندرك ذلك جيدا، وهذا التنظيم إلى الزوال. طيب لما يكون الذين نفذوا الهجوم كذلك قادة التنظيم أنه إلى الزوال، ولذلك طيب يستخدمون هذه الأساليب، هذه الأعمال نعم الانتحارية، طيب عندما هذه الهجمات نعم الانتحارية ربما لإثبات الوجود نعم لبعث الرسائل إلى من يريدون جذبهم. هذه من جهة، من جهة أخرى طبعا تركيا مستهدفة بسبب مواقفها، وقفت إلى مع المظلومين مع مطالب الشعوب، هناك أنظمة منزعجة وقوة عالمية منزعجة من مواقف التركية، هناك محاولات مستمرة لإطافة تركيا حتى من حلفائها الغربيين. يعني من المفترض أن تتعامل الولايات المتحدة أن تتعاون وأن تتحرك مع تركيا، ولكن الولايات المتحدة في هذه نقطة سنأتي إليها لو سمحت سيد أقطاي. أنا مضطر هنا أن أقف عند هذه النقطة سيد أقطاي، اسمح لي لأنه إحنا لدينا ساعة من النقاش وأكثر من محور، فأرجو أن نحاول أن نغطي المحاور، نعطي كل محور حقه في جزئية تنظيم الدولة والتفجير والجهات المستفيدة. هنالك حديث عن ثلاثة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا هم المتهمون بتنفيذ هذا الهجوم، هل من دلالة لخلفيات هؤلاء الانتحاريين الثلاثة؟ نعم يقال أنهم كانوا يحملون جواز سفر روسية ومن جنسيات شاشانية قرغيزية وأوزبكية، ولكن لا يمكن يعني هذا لا بالضرورة لا تدل على أن هناك تورط روسي بهذه الحادثة، لأن الحادثة جاءت بعد يوم بتحسين العلاقة بين البلدين. نحن نعلم أن هناك أتباع لتنظيم الإرهابي في جميع هذه الدول، من دول الاتحاد السوفيتي السابق من كرغزستان إلى أوزبكستان إلى شيشانيا وما إلى ذلك. كذلك في هناك أحداث سابقة انتحارية نفذتها مواطنين من شيشانيا أو من يعني عناصر قوقازية أو من شرق آسيا. لا 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 يمكن يعني اتهام طرف بعينه، ولكن جميل جميل هناك اتباع للتنظيم الإرهابي. نعم هذه نقطة مهمة، لا يمكن اتهام طرف دون آخر، لكن المسارعة يعني المسارعة سيد محمد العربي زيتوت لحديث كل الدنيا عن تنظيم الدولة، ألا يخشى من أن يشوش هذا على مسألة كشف الحقيقة؟
خصوصا أن التنظيم حتى الآن لم يعلن مسؤوليته عن الحادث. المشكلة أن التنظيم لحد الآن ولم ينفي أي عملية قام بها في تركيا ونسبت له. صحيح أنه في الغالب لا يتبنى العمليات في تركيا، وهذا يعتقد أنه لأسباب متعددة، خاصة من ربما بعض الأتراك الذين يرون فيه أنه تنظيم إسلامي ويجب دعمه ولو معنويا، وبالتالي هو في الغالب لا يتبنى العمليات التي تحدث في تركيا، بالرغم أنه يتبنى كل عمليات، وأحيانا يتبنى حتى عمليات لا يقوم بها. لا يقوم بها. وهذا نحن لدينا خبرة وتجربة في الجزائر مع الجية، مع الجماعة الإسلامية المسلحة التي بدأت إسلامية ولكنها في نهاية المطاف انتهت مخابراتية. يحدث ذلك لأنه في الحقيقة كلما زاد التشدد، كلما زاد التطرف، كلما سهل اختراقه. وعندما تكون هكذا تنظيمات ليس لها قيادة مركزية بالمعنى الحقيقي، وليس لها قدرة على التواصل والاتصالات المباشرة، وليس لها، فيكون أن هذه المجموعات تستطيع أن تأتي أي مجموعة وتعتق وتعلن مبايعتها لتنظيم الدولة أو للتنظيم هذا المعني، وتقول أنا معكم، ثم تقوم هذه المجموعة، وفي الغالب تكون مجموعة مخابراتية، تقوم بأعمال ترقى أو تروق لقادة التنظيم، ولكنها في واقع الأمر على المدى المتوسط البعيد تضر بقضيتهم. هذا عندما نأخذ مبدأ أن لديهم قضية حقيقة. إذن علينا أن نفهم حاجة فيما يتعلق بداعش حتى نكون عادلين في الحكم. الأسباب التي خلقت أو أنتجت داعش هي الطغيان الداخلي والخارجي. داعش في سوريا وفي العراق لم تكن متواجدة قبل من يكون هناك قتل على المستوى الصناعي. بس أنا لا، هذا مهم. لا، إحنا متفقين عليه وسنعود إليه، لأنه إحنا بالأخير راح نقرأ قراءة كيف نمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا. لكن الآن لما نتحدث عن اتهام داعش، كيف يمكن للتحقيقات أن تأخذ مجراها وللعدالة أن تأخذ مجراها والوصول إلى الجاني الحقيقي؟ لن تصل إلى الجاني الحقيقي في هذه العمليات في الغالب، يعني لن تعرف بدقة التفصيل من أعطى الأوامر ومن أعطى التعليمات. هذه تنظيمات فيها شديدة الاختراق، تدخلها مخابرات دول تقريبا أغلب دول الكبرى وحتى دول إقليمية تخترق داعش وتقوم بعملية باسمها، لأن داعش ليس لها تلفزيون وليس لها، يعني لديها بعض الصور تأخذها من ما تسميه أعماق أو ينشرون حاجة هنا وحاجة هناك، لكن ليس لها تواصل مباشر مع العالم، ليس لها ممثلين، ليس لها دبلوماسيين، ليس لها صحفيين، ليس لها، فإنها لا تستطيع أن تقول أن بالفعل قامت بهذا أو لا. لكن بس يعني هم تتبنى، هي أصلا هي مشروع انتحار يا جماعة، اعمل أي واحد هذا هو، وإحنا نتبنى. هذا هو الإشكال الموجود اليوم، أن داعش أصبحت مشروع انتحاري، لم تعد مشروع للدفاع عن قضية أو لبناء مجتمع أو لبناء دولة، برغم أن يسمون أنفسهم دولة. هي مشروع انتحاري بحيث تضرب في أي مكان على أساس أنه انتقام، في وهو في هذه الحالات في أفضل حالاته عندما لا يكون هناك اختراق يكون انتقام بشع، وفي أكثر الحالات هذا اختراق من طرف دول تريد لتركيا أن تجثو على ركبتيها. طيب هذه النقطة عندها، يعني أعود فيها إلى السيد أقطاي، هنالك من يريد لتركيا أن تجثو على ركبتيها، كيف نقيم ردة فعل السلطات التركية تجاه هذا الحادث؟ يعني فعلا أشار إلى ذلك يعني قادة الأتراك، رئيس الجمهورية قال يعني لم يكن الهدف طبعا قتل المدنيين لأنهم مدنيون، الهدف كان سمعة التركية، الهدف كان إضعاف التركية، الهدف كان اقتصاد وسياحة التركية ويعني وزعزعة استقرار التركية. يعني من الواضح ومؤكد أن هذا التنظيم يتم استخدامه لأغراض محددة. طبعا بأي ظروف تم خلق هذا التنظيم كلنا نعلم، يعني الاحتلال الأمريكي للعراق ثم قمع النظام السوري لشعبه خلق مثل هذه المنظمات الإرهابية. ومن يعني من المؤكد كذلك أن المخابرات تلك الدول، المخابرات النظام السوري، مخابرات الإيرانية، ربما مخابرات حتى الولايات المتحدة ومخابرات أخرى ربما قد ساهم في تشكيل هذا التنظيم بالذات. و
طيب الان استقطاب القدرات السلطات التركيه، السلطات التركيه سجل لها كثيرون انها احتوت العمل الارهابي في المطار في ساعات، بينما احتاجت السلطات البلجيكيه صحيح. لايام حتى تحتوي ذلك، يعني كيف نقرا صحيح. هذا؟ يعني هناك خبرة تركية في مجال مكافحة الإرهاب يا سيدي الكريم. تركيا لا تكافح تنظيم داعش فقط، تركيا منذ أكثر من 3 عقود تحارب تكافح تنظيم أخطر كذلك آخر ربما أخطر من داعش بالنسبة لتركيا، وهو تنظيم العمال الكردستان الإرهابي الذي يهدد تركيا بشكل مباشر كذلك. داعش والعمال الكردستاني وجهان لعملة واحدة، ولذلك تركيا تواصل محاربتها ضد هذه المنظمات الإرهابية على السواء. هناك خبرة كبيرة وكذلك النجاح، يعني صحيح تقع مثل هذه الهجمات الإرهابية، ولكن في نفس الوقت تتم 90 أكثر من 90%. قد منذ السنة الماضية قد تم القبض على مئات الانتحاريين من عمال الكردستان الإرهابي وكذلك من تنظيم داعش الإرهابي. تم فشل عمليات تحضيرات الإرهابية، عمليات كانت تحضرها عناصر يعني الإرهابية، تم القضاء عليها في كذلك ولكن تنظيم داعش قام أكثر من 10 تفجيرات إرهابية لم تعلن مسؤوليتها بشكل رسمي، ولكن الجهات الرسمية حددت طيب. هذا التنظيم. ظل هذا الاستهداف ربما سيد يعني هدف التنظيم سيد من طيب. عدم هذا الإعلان عن مسؤوليته. محمد العربي زيتوت، نجد أن يعني تركيا تقف وتصمد وتواجه وتقدم الكثير من الضحايا، ومع ذلك لا نجد هذا التضامن الغربي معها كما تم التضامن مع ضحايا باريس ومع ضحايا بلجيكا. لا، لن تجده ولن تجده أبدا، لأنها باختصار بسيط، أولا هناك نظرة غربية استعلائية لما هو غير غربي، وبالتالي ينظرون لما هو غير غربي بنوع من الدونية وبكثير من الاستعلاء، هذا من حيث المبدأ مع الجميع. أما إذا كان هذا مسلما فإن الأمر يتضاعف ويكبر وتكون النظرة أشد احتقارا في حقيقة الأمر. ولذلك أنت لم تجد، لكن كان ليس فقط في الغرب، أنت وجدت دولة مثل الإمارات تقوم بوضع علم فرنسا وعلم بلجيكا على بروجها والتي شيدتها، وفي الغالب من أموال الدول المنهوبة والشعوب المنهوبة التي تنهب وتوضع في الإمارات، تضع هذه الأعلام، العلم الفرنسي، العلم البلجيكي، العلم، كل ما تضرب عاصمة غربية تضع علمها. لكن في تركيا بالعكس، هم تجد إعلام هناك، وأنا قرأت لبعضهم، كان هناك تشفي، الإعلام المصري يتشفى، الإعلام الإماراتي يتشفى، الإعلام بعض الإعلام الأردني يتشفى، يعني تشعر وكأنهم يريدون ذلك لتركيا. لماذا؟ لأن في الحقيقة تركيا وقفت، تركيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي تقف حقا، وفي الغالب صحيح أنها لديها حساباتها الدولية، هي دولة قومية لديها حساباتها الوطني، لكنها في الغالب هي الدولة الوحيدة التي تقف مع ثورات الشعوب ومع انتفاضات الشعوب ومع المستضعفين والمقهورين. انظر إلى حماس وغزة وما تريد وما تسعى إلى فعله، انظر إلى الموقف مع الشعب المصري، وكان يكفيها أن تكون مع عسكر مصر كما كانت السعودية والإمارات ولا تزال مثلا، انظر إلى موقفها من السوريين حيث ملايين هناك والعراقيين إلى آخره. نعم. استأذنك وأستأذن سيد أقطاي وجمهورنا الكريم بوقفة قصيرة مع الفاصل، ثم نواصل هذا اللقاء، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نناقش معا أهم ما يحدث في الشارع المصري. انتظروني في رمضان، انتظروني إن شاء الله في رمضان، انتظروني على قناة الحوار، أشوفكم في رمضان في برنامج نافذة على مصر، نافذة على مصر في برنامج نافذة على مصر، 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 على قناة الحوار، قناة الحوار، على قناة الحوار مع الدكتور أسامة جاويش. استنوني في شهر رمضان في قناة الحوار، في نافذة على مصر،
مع الصديق العزيز أسامة جويش. من أجل إغاثة من دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، من أجل تضميد جراحهم، من أجل إعانة فقرائهم، كي نرسم البسمة على شفاه أطفالهم. كونوا معنا من أجل فلسطين في رمضان، حملة ينظمها الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية، تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة اعتبارا من الساعة 9 مساء بتوقيت غرينتش. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونوري يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. من جديد نرحب بكم وبكل من انضم إلينا الآن، وجدد التحية لضيف الاستوديو محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، وعبر الأقمار الصناعية من إسطنبول سيد أقطاي يلمز الخبير في الشؤون التركية، وقد انضم إلينا الآن عبر الهاتف من عمان سيد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. سيد حسن، بعد إعلان السلطات التركية عن 3 من دول الاتحاد السوفيتي سابقا أنهم هم الانتحاريين الذين قاموا بهذا العمل، هل بتنا يعني أكثر قناعة أن تنظيم الدولة يقف وراء هذا الحادث؟ لا شك، أعتقد بأن كل المؤشرات ونمط كان فيه يشير إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ربما يكون من 16 عملية خلال العامين الماضيين تمت في داخل تركيا سواء في إسطنبول أو أنقرة أو بعض المدن، كانت هناك حوالي 7 عمليات تحمل بصمات تنظيم الدولة أو تم اتهام تنظيم الدولة الإسلامية. نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش حتى الآن لديه استراتيجية مخالفة في التعامل مع تركيا وكذلك الأردن، بمعنى دول الجوار أحيانا يتبنى العمليات، أحيانا في معظم الأحيان لا يتبنى أو يتأخر في الإعلان عن ما تريد، لكن بصمات هذا التنظيم واضحة. هذه الهجمات تشبه هجمات بروكسل تماما، وبالتالي عملية عهد مناسبة وأسلحة رشاشة، وأيضا أعتقد المنفذين هوية المنفذين توضح ربما يعني تجزم أنهم مرتبطين ليس بشبكات البيت في حزب العمال الكردستاني والجماعات المنفصلة عن مكافحة فردية كردستان الأكثر تشدد التطرفا، هذه العملية حرب بصمات هذا التنظيم، وبالتالي المهاجمين هو روسي من أصل داغستاني وبالتأكيد يعني قرغيزي و كذلك هذا. نعلم عن التنظيم. ما الرسالة التي يريدون إيصالها بهكذا تفجير يستهدف المطار لأول مرة؟ بالتأكيد أن هذا يشير بأن التنظيم تدرج في التعامل مع تركيا بحسب المواقف وتطور الموقف التركي. كانت في البداية كانت استهدفت بعض الحساسات، كانت تحاول أن تتماهى مع السياسة التركية واستهدفت بعض التجمعات الكردية لحزب البيضاء أو المناصرين للقضايا الكردية، بمعنى كانت هناك محاولة للتلاعب على هذا التناقض الهويات في داخل تركيا، وبالتالي خلق حالة من الجدل وربما حالة من الاستقطاب كما يمكنها تنظيم داعش الدولة الإسلامية، وبالتالي ثم بعد ذلك كلما كانت تنخرط أكثر تنظيم التركية في هذا الصراع تصبح تصعد التنظيم، وبالتالي نحن نشاهد أن هذا الهجمات بالتأكيد أنه له دلالة سياسية ودلالة اقتصادية نعم كنا نذكر سيد حسن نعم نذكر سيد حسن قبل أقل من عامين بعض القنوات الفضائية التي تهاجم المشروع التركي، العربية منها، كانت تضع بعض الفيديوهات وغيره وتحاول أن تروج لفكرة علاقة ما بين تنظيم الدولة والسلطات التركية.
هل هذا التفجير في المطار يعطي السلطات التركية صك براءة من هكذا اتهامات وهكذا علاقة مزعومة؟ لا أعتقد ذلك. يعني علينا أن نتعامل، هناك قضايا، إذا كانت هناك بعض الخلافات السياسية. عفوا سيد حسن، يبدو فقدنا سيد حسن. أسأل نفس السؤال للسيد أقطاي يلمض، برأيكم يعني هل أولئك الذين يتهمون تركيا بالعلاقة مع تنظيم الدولة يمكن أن يسحبون اتهامهم بعد هذا التفجير وهذا الاستهداف الشنيع للمطار؟ يا أخي الكريم، يعني كل ذلك كانت مجرد بروباغندا سوداء من قبل النظام السوري وحلفائه الإيرانيين والروس، وكذلك الإعلام الغربي ربما المعادي لكل ما هو متعلق بإسلام وبتركيا وبالحكومات التركية. هم كانوا يعلمون جيدا أنها كذب، ولكن كانوا يثيرونها للإضرار، لتشويه صورة تركيا فقط ليس إلا. مثلا بعد الحادث إسقاط الطائرة الروسية بنفس اليوم أثار يعني الرئيس الروسي هذه الاتهامات كأنه أول مرة يسمع وأول مرة يكشف، وقدم بعض الصور كأنها دلائل حقيقية، قد تم تقديم بعض الصور ولا علاقة بالموضوع، وكل ذلك كانت من باب الدعاية السوداء ضد تركيا، الإضرار، لأنه كان النظام وحلفائه يريدون الانتقام من تركيا بشكل ما، كانوا يحاولون ربط اسم تركيا بالمنظمات الإرهابية. نعم، هل يمكن هذا الحادث وهذا الكم الكبير من الدماء وهذا التفجير الأليم أن يفرض نفسه ويخرس هذه الأصوات التي تقدم هذه الدعاية السوداء ضد تركيا؟ إذا يعني قد يجدون دعاية أخرى لا أدري يعني، ولكن هذه الدعاية باطلة كاذبة لا أصل لها. جميل جدا. منذ السنة تنظيم داعش كما قال طيفك الكريم تدرج في استهداف تركيا، بدأ باستهداف الجزئية. نعم، لا أعتقد ذلك. يجب أن ينتهي الشيطان من هذا العالم لكي تتوقف هذه الدعاية السوداء ولكي تتوقف. من الذي يتوقف عفوا؟ يجب أن يخرج الشيطان من هذا العالم لكي يتوقف هذه الدعاية، لأن في الحقيقة هناك، أنت تعرف أن هناك شياطين الإنس وهناك شياطين الجن يعني، وهؤلاء لن يتوقفوا أبدا. هؤلاء يريدون أن تظل القوى الطاغية والقوى الكبرى والقوى المستفيدة تسحق المستضعفين في كل مكان وفي كل البلدان، وستظل كل بلد سيواجه كل بلد الآن وبعد 5 سنين بعد 20 سنة بعد 100 سنة يواجه طغاة العالم سواء كانوا محليين أو إقليميين أو دوليين، سيضرب بكل الطرق بما فيها بالتفجيرات وبالقنابل وبطبعا بالدعاية الكاذبة. والدعاية الكاذبة أحيانا يكون دورها أكثر وأخطر وتسوية أسوأ. السيد حسن أبو هنية، يعني الآن هذه العملية من حيث التوقيت، يعني إحنا يومين فقط تركيا فتحت صفحة جديدة بالعلاقات مع روسيا، حتى بالعلاقات ما بين أنقرة وتل أبيب، هل هنالك دلالة للتوقيت أم أن الإرهاب ينتظر التوقيت المناسب من حيث الثغرات الأمنية؟ لا أعتقد بأنه هناك يعني التوقيت له دلالة بالغة على ما ذكرت. هناك تحولات في السياسة التركية، وبالتالي إعادة النظر في العلاقات يعني في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وكذلك ما حدث مع روسيا، وبالتالي ليس اعتباطا أن يكون هناك المنفذين للهجمات من الفضاء الروسي، بمعنى مواطن روسي من أصل داغستاني وقرني جورجي، وبالتالي هذه أعتقد رسالة واضحة لكلا يعني لروسيا وكذلك تركيا. وفي نفس الوقت كما قلت أن هناك تصعيد يعني من تركيا، كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية كان هناك فعلا تحالف، هناك عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حلب وريف حلب وفي منبج، وإلى جانب حتى قوات كانت تعتبر
عدوة للطرفين وهي قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من تركيا تقول بأنها تدعم العرب، لكن على كل حال هناك استدارة وهناك تغير في السياسة التركية، وأعتقد أنها عبدت في حرب مفتوحة. يعني كانت هناك بعض الرسائل، لا أعتقد بأنه بالتأكيد أن يعني تركيا كانت دائما تضع داعش ونصر على حتى الرهاب، لكن نعلم أولويات الأمن القومي تحددها دائما المصالح كما تفعل كل دول العالم مثل أمريكا، وبالتالي كانت أولويات تركيا هي في حزب البيكيكي وجميع الفروع الأحزاب أو الجماعات المنشقة عن الحزب أو فروع عدوان البيادية أو حرية كردستان وغيرها، وبالتالي كان منطقيا وكانت إذا أشتأتي ربما في مرتبة ثانية، هذا هو أولويات. طيب. أي دولة الآن بناء على هذا الذي جرى، والسؤال الأخير أستأذنك سيد حسن أبو هنية، هل تنظيم الدولة سيظهر في عمليات وتفجيرات في دول أخرى لم يستهدفها مسبقا؟ هل ممكن أن نشهد عمليات له في دول جديدة في الأيام القادمة بما أنه عنده عناصر وأعضاء ينتمون لدول مختلفة؟ أعتقد أن التنظيم هي دائما العمليات لها بعض يعني مرتبطة بمشاركة هذه الدول في الحرب على تنظيم الدولة، بحسب تنظيم الدولة من جهة، ثم الأمر الآخر هي القدرة التشغيلية، هل يتوافر التنظيم على قدرات تشغيلية في هذه المناطق كما شاهدنا مثلا في عمليات باريس في الشتاء نوفمبر أو في بروكسل في مارس أذار أو في تركيا في عدة عمليات أو في الأردن في الوقت القريب. إذن هي الأمور مرتبطة بقضيتين، مدى مشاركة هذه الدول وفعاليتها في التحالف وقف تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أو هذا التنظيم داعش، أو وكذلك بالقدرة التشغيلية. أعتقد أن التنظيم لديه قدرة تشغيلية في أماكن كثيرة في أوروبا وحتى في مناطق الجوار الروسي، وقد نشهد عمليات ونشاهد يوميا الإعلان عن تفكيك خلايا في مناطق عديدة. ما الذي يمكن أن يجفف قدرات هذا التنظيم؟ أعتقد أنها نحتاج إلى مقاربة تكاملية شمولية كالعادة، يعني لا يمكن سياسات حرب الإرهاب التقليدية منذ تأسيس سبتمبر التركيز على المقاربات العسكرية والأمنية نموذج الحرب والعدالة الجنائية أن تبقى سائدة، لا بد من حل سياسي. نعلم أن هذا التنظيم هو في النهاية مثل نتاج شروط وظروف موضوعية في مقدمتها الأزمة السنية التي باتوا مصريين ومهمشين في العراق منذ الاحتلال الأمريكي، وبالتالي لابد من بناء سياسي، وكذلك في سوريا موجود نظام فاشي مدعوم طائفيا من إيران، إذن لابد من وجود حل حقيقي يتزامن مع هذا الحل العسكري، وإلا فإننا نعيد إنتاج الإرهاب ونعيد إنتاج الأمس مرة. نعم، كلام مهم حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك. سيد أقطاي يلمض في نفس السياق الذي تحدث به سيد حسن، ماذا يمكن أن تفعل الحكومة التركية يعني كخطوات استراتيجية لمجابهة واستباقية لمجابهة مثل هكذا عنف والحد منه؟ نعم، يعني محاربة الإرهاب طبعا وليس بمسؤولية دولة بمفردها، وكذلك ليس بمقدور دولة بمفردها، لابد من تعزيز الجهود الدولية ومن كذلك التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة مع الحلفاء الغربيين كذلك الحلفاء في المنطقة، مثلا لابد من تفعيل دور التحالف الإسلامي، يعني فقط بقي هذا التحالف على الأوراق، يجب أن تفعيل هذا دور هذا التحالف لمحاربة المنظمات الإرهاب والمنظمات الإرهابية. يمكن لتركيا يعني طبعا بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومع روسيا القيام بعمليات عسكرية نوعية في ضد مواقع التنظيم في شمال العراق، وطرد عناصر التنظيم من حدودها بالكامل، وإقامة هذه المناطق مناطق آمنة للمعارضة. يجب أن نقف هنا في هذه الجزئية، هل يمكن سيد العربي زيتوت للحكومة التركية بالتنسيق مع روسيا وواشنطن يعني مع موسكو وواشنطن أن تحد من قدرات هذا التنظيم؟ سترتكب خطيئة وجودية في اعتقادي لو تحالفت بشكل مفتوح مع الأمريكيين، هي طبعا تركيا والروس الأمريكيين والروس وغيرهم يعني من القوة الكبرى تريد إخضاع المناطق هذه وتريد استمرار نهبها وتريد استمرار غزوها، وتريد روسيا تحتل أكثر من 100 مليون مسلم
وربما آخرين أيضا 20 أو 30 غير مسلم من الدول التي تحيط بها التي كانت تسمى الاتحاد السوفيتي. ما زال النفوذ الروسي قوي جدا هناك. الولايات المتحدة، ماذا تفعل الولايات المتحدة في الخليج؟ ماذا تفعل الولايات المتحدة في تركيا وفي العراق وفي سوريا؟ أصبحنا وكأنها مسلمة أن دولة أخرى تغزو المنطقة وتغزونا، ثم نصبح ننسق معها ونقوم معها فقط لأننا نخشاها. سترتكب تركيا خطأ البديل فادح. البديل هنا أن يستمر هذا الإرهاب وهذا العنف وهذا، لا، الإرهاب نتيجة الإرهاب نتيجة وليس هو السبب مباشر. الذي هذا التنظيم صحيح أنه مخترق بعدما تشكل، وصحيح أن المخابرات كثيرة تخترقه، لكن هناك شباب ينضم له. هذا الشباب الذي ينضم له، لماذا ينضم له؟ لماذا في أوروبا شباب مقيم في أوروبا وفي بلدان عربي؟ لأنهم غاضبون مما يحدث، لأنهم ناقمون مما على جزئية يحدث. ماذا يمكن لتركيا أن تصنع؟ لا، هذه نقطة مهمة لأنها مرتبطة، لأنك أنت تقطع لي ما أقول. لا، أنا لا أقطع، لا، أنت ما تقول، تقطع ما أقول. هذا قطعتني مرتين في هذا الموضوع. لا، خليني أكمل. لا لا، أنا سأكمل معك. الضيف علق على جزئية أن تركيا، لكن تركيا أنت تضعنا في زاوية، نريد شرنا في نريد زاوية، نريد أن نجيب على هذه الزاوية ثم ننتقل لزاوية هذا أخرى. الإجابة يعني أنا أجيب كما قوى الطغيان. طيب ممتاز، أنت لا تضع كلمات تركيا. ماذا تفعل تركيا؟ قوى الطغيان تسود في المنطقة وتسيطر، صحيح، وهي مسيطرة بشكل سلبي جدا، صحيح، لكن ماذا تفعل تركيا؟ تنضم لهم. تريدني أن أقول هذا الكلام؟ أنا لا أريدك أن تقول الكلام. طيب، أتركني أقول ما أقتنع به، وإلا لا تأتي بي هناك ضيف. أنا سؤالي، ماذا تفعل تركيا هنا؟ تركيا، أنا أقول لك، عندما تنضم إلى هذه الدول الغازية ترتكب خطيئة وجودية. لأن الإرهاب نتيجة وليس سبب. الإرهاب في سوريا نتيجة لطغيان نظام فاشي طائفي مجرم. الإرهاب في العراق نتيجة لغزو قاتل قتل مئات الآلاف ويدمر الملايين وحياة الملايين. الإرهاب في مصر نتيجة لنظام عسكري فاشي يقتل في سيناء ويدمر في سيناء. الإرهاب نتيجة وليس سبب. عندما ننظر له كسبب ونصبح نقول أن هناك مجموعات إرهابية وعلينا نتحالف مع الروس ومع الأمريكان ومع فلان ومع فلان، سندمر أوطاننا أكثر ما هي مدمرة. هذا هو الذي أريد أن أقوله وأصر عليه، لكن أنت تريد أن تحشر في زاوية. هذه الفكرة أنا لا أحشرك في أي زاوية، أنت حر، لك رأيك وكلامك الذي تتحدث به ولا أحد يتحكم بك. الآن تركيا إن رفضت التعاون مع روسيا ورفضت التعاون مع أمريكا، كيف لها أن توقف هذا الإرهاب الذي يستهدفها؟ توقفه بحساباته. الإرهاب مثلا، أعطيك مثال، أكبر خطر بالنسبة لتركيا ليس داعش، وإنما هو إرهاب المجموعات الكردية. أنا شخصيا من حق أرى أنه من حق الأكراد أن يكون لهم وطن قومي مثل كل القوميات، لكن الذين نفذوا سايكس بيكو منعوا الأتراك من أن يكون لهم وطن الأكراد. قومي الأكراد، وقسموهم على 5 دول، تركيا، إيران، العراق، سوريا، وهناك أقليات في أماكن أخرى. هؤلاء بعض منهم أصبح بنادق مؤجرة. الآن هذه الـ PYK وحزب العمال الكردستاني جزء منه على الأقل، أصبحت بنادق مؤجرة، وهذه البنادق تضرب في تركيا أساسا. إذا لكن من يقاتل مع الأكراد في سوريا؟ الولايات المتحدة تقاتل مع الأكراد، بل ويقاتل معها البريطانيون ويقاتل مع الألمان ويقاتل معهم الفرنسيين. يقاتلون في الغالب، يقاتلون ثوار، هم يقولون داعش، نعم جزء منه داعش، لكن ليس فقط داعش، الأكراد يقاتلون الجميع هناك، نعم. والأكراد متحالفين بشكل أو بآخر مع النظام القائم. الحزب العمال، ولماذا كيف تعتبر منظمة إرهابية ثم تقاتل معها في سوريا؟ هل يعقل هذا؟ طب نسأل بالله أستاذ أقطاي، يعني الآن تتحدث عن تنسيق مع أمريكا وروسيا، وأنت تعرف أن الطرفان ينسقان مع القوات الكردية التي تسبب إشكالا أمنيا وإرهابيا لأنقرة أكثر من أي تنظيم آخر، كيف يستقيم هذا؟ أنا أعلم ما تجري في المنطقة وأعلم جيدا ما يجري في بلادي. يا سيدي الكريم، صحيح أنا قلت أن العمال الكردستاني وتنظيم داعش وجهان لعملة واحدة، كلاهما يشكلان خطرا مباشرا على خطرا وجوديا على تركيا. يعني عندما يأتي تنظيم يضرب تركيا من قلبها من أكبر المطار وبتحدي أكبر وإظهار، يعني يريد إظهار قوته وإضعاف ضعف تركيا
تركيا، يعني هذا يصبح خطرا مباشرا أكبرا على الدولة التركية. يجب القضاء على هذا التنظيم. صحيح، يعني أنا أتفق مع ضيفك أن الإرهاب نتيجة وليس السبب، والسبب كما قلت هو احتلال، بداية احتلال الغربي للمنطقة، احتلال الأمريكي للعراق، ثم احتلال روسي واحتلال الإيراني وما إلى ذلك، حتى احتلال النظام لأرضه لشعبه. ولكن يعني عندما يتحول هذه المنظمات إلى خطر، حتى هناك يعني تركيا كانت دائما تقول أن الأولوية إزالة النظام لأنه سبب لخلق هذه المنظمات الإرهابية، ولكن الآن صار هذه المنظمات ومحف هذه المنظمات والقضاء عليها أولوية بالنسبة لتركيا، لأنها تأتي إلى تركيا. طيب الآن 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 في هذه الكلمة أخيرة. نعم في كلمة. قام هذا أنا المنظمان بعشرين تفجيرا انتحاريا. نعم صحيح صحيح. لكن نحن نريد كيف نمنع هذه التفجيرات مستقبلا. أنا بدي أشكرك جدا سيد أقطاي، وأختم هنا مع ضيفي العربي زيتوت. الآن الأستاذ العربي تتحدث عن دول محورية في المنطقة، النظام بشار الأسد، الاحتلال الإسرائيلي، كيف هم، أين هم عن هذا المشهد لما يجري في تركيا؟ مستفيدين، ومستفيدين جدا، مستفيدين من هذه الأعمال، وهم يقولون قلنا لكم ذلك. يعني النظام السوري كان العالم كله ضده، وكان يطالب برحيله، وكان يطالب، الآن يقولون صراحة لا نريد لهذا النظام أن يذهب. الولايات المتحدة لم تسمع ما قال أوباما قبل 4 أيام؟ لا يريدون لهذا النظام أن يذهب. أصبح يعني انقلبت الآية، انقلبت الصورة. بدل أن يرحل الطغاة ويترك الشعوب تختار، ويترك الشعوب تعيش حرة، ويترك الشعوب تعيش في أمان، ويترك الشعوب تعيش في بلدانها، أصبح الشعوب يخرجون من هذه الأوطان، ثم يقول الآخرين هناك تنظيمات إرهابية علينا نحول. ترى كيف تم تحويل، ترى المكر العالمي والخديعة الكبرى والقهر العالمي كيف يحول. لن تنتهي داعش ما دام الطغاة يقتلون بهذه الطريقة وبهذه البراميل، ما دام الناس تذبح، ما دام النساء تغتصب أمام أزواجها، ما دام الرجال يغتصبون في السجون، لن تنتهي داعش. عندما تنتهي داعش سيأتوا آخرين، كارثة لهذه الأوطان إذا بقينا على هذا الوضع. التشدد الذي كان يبديه حتى اللحظة أردوغان تجاه يعني طرف مثل بشار الأسد، هل بعد هذه التحولات الكثيرة والعلاقة مع الروس والحديث عن استئناف علاقات مع تل أبيب وما جرى من ضغوطات كبيرة وهائلة عليه، هل يمكن أن يبدي مرونة مع الموجة السائدة عالميا تجاه بشار الأسد؟ سيرتكب خطأ فادح، ويبدو أنه للأسف يتجه في ذلك الإطار، ولكنه سيرتكب خطأ فادح. تم تكذيبه عن الاتصال الهاتفي. لا ليس هناك اتصال هاتفي، ولا أعتقد أن يقوم باتصال هاتفي بعد يومين. هذا يعني طبعا كان باين أنه الخبر كاذب، لكن أعتقد، أنا استمعت لرئيس وزراء الجديد، ورئيس وزراء الجديد يريد بزنس بزنس فقط، عنده تفكير minded business، يعني يريد business ويريد اقتصاد ويريد مصلحة وطنية خاصة لتركيا، ليس له ذلك البعد الذي كان موجود من قبل وكانوا يتحدثون عنه. هم عندما يتراجعون الآن سيدفعون ثمن أغلى لو يستمرون في مواجهة بشار ومواجهة الإيرانيين، لأن الجميع يدفع، الجميع يألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الجميع يألم. من يتراجع الآن هو الذي سيدفع الثمن تاريخيا ومبدئيا وإلى الأبد. يعني هي معركة العض الأصابع، وتنتظر من يتراجع أولا. هكذا يعني يمكن أن نقرأ المشهد. كنا معكم في هذا اللقاء المثير والساخن، المعذرة لكم ولضيفي، أنا لا أريد أن أقاطع أحدا ولا نريد أن نعطل على أحد فكرته، لكن كان هناك في ضغط في الحلقة وبالموضوعات المطروحة بها. أن أشكر ضيفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول أقطاي يلمض، وأشكر ضيفي عبر الهاتف حسن أبو هنية، وأشكر ضيفنا الدائم محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا وفي أمان الله.